بخصوص جلسة مجلس النواب اليوم غدا، حتما هي الكل يعرف اليوم الشعب العراقي يدرك بأن الطبقة السياسية هي طبقة محاصصة سواء على مستوى القوانين أو على مستوى الوزارات. فالحقبة يدرك بها الشعب العراقي يوم غدا أربع قوانين، القانون الأول يشمل على الكرد والأخوة الشيعة والأخوة السنة، وهذه تعتبر خلينا نقول جبهة واحدة. في واضح انه لازم تمرر كل القوانين، في حال وجود اي جدل على اي احد من هذه القوانين حتما سيتم تعطيل الجلسه، وهذا ما نخشاه منذ فتره طويله بان البرلمان العراقي معطل على اساس المحافظه وعلى اساس الاتفاقات السياسيه اللي تفرضها دوله الاطار التنسيقي على البرلمان. ومنذ فتره بعيده ندرك بان البرلمان العراقي فاقد للتوازن، فاقد للاستحقاقات السياسيه، كفراغ رئاسه مجلس النواب وعدم وجود رئيس مجلس النواب اثر بشكل سلبي، رغم انصافنا للسيد محسن المندلاوي الان يقوم بدور كبير على تمرير القوانين المهمه وعلى المستوى الفتره السابقه القليله انه تم تمرير الكثير من القوانين فيها خدمه للبلد، فيها استيعاب للكثير من شرائح المجتمع، لكن لا زال مجلس النواب يفقد للتوازن، يفقد للاستحقاقات، يفقد لتمرير اهميه القوانين. جلسه يوم غد تعتبر جلسه جدا مهمه بضروره حسم ملف قانون العفو العام، والاف السجناء من الابرياء والاف السجناء من المظلومين وعوائلهم ينتظرون بفارغ الصبر لكي يقر هذا القانون. بنفس الوقت ايضا هناك قانون الاحوال الشخصيه وكذلك قانون الحج الشعبي وقانون اراضي الدوله، فهذه القوانين مهمه، لكن للاسف نخشى من وجود اختلاف في احد القوانين ويتم تاثيره سلبيا على القوانين الاخرى.